برج الحمل، يمكنك اليوم العمل بشكل بناء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم. سوف تتلقى دعماً بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية. أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات. برج الثور، في الغالب لن تصادفك أي عقبات من الآخرين، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود. إذا استخدمت هذه المعرفة فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد. برج الجوزاء، يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب في حياتك الخاصة. برج السرطان، تشعر الآن بأنك سليم البنية والذهن، وأخيراً بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك وسجيتك. كم الطاقة التي بداخلك حالياً تمكنك من تطوير الأشياء في العمل والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية؟ برج الأسد، سيتم إعادة بحث وتقييم آرائك أو أعمالك بشكل من الأشكال. إذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر، بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة بدون عواقب. سوف تخرج منها بدروس. برج العذراء، أنت حالياً تتعامل مع النزاعات والخصومات بشكل عدواني وبدون داعي، مما يخلق لك معارضين حتى أعداء. انتقد نفسك وحاول انتهاج أسلوب أكثر عقلانية وبضوابط عندما لا تكون على وفاق مع أي شخص آخر. برج الميزان، العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت، ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوية وتعامل معها كونها تحديات. إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع. برج العقرب، أنت ناجح في كل ما يخص العمل، والقرارات الهامة التي اتخذتها أثبتت صحتها، لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائماً عند التفكير في مشروعات. أنت مفعم بالحيوية، فاستمتع بوقتك، أخرج واكتشف أماكن جديدة. برج القوس، يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس، فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة، حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي. برج الجدي، صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة دون تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدما كفريق. برج الدلو، أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلاماً داخلياً واضحاً، كما أنك مفعماً بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح. برج الحوت، أمامك العديد من الفرص الجديدة ويمكنك تأسيس اتجاهات جديدة في مكان العمل. إذا أخذت أفكار الزملاء بجدية سوف تتمكن من الوصول إلى نتائج خلاقة من المقترحات الكثيرة والمختلفة.